بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا مرحبا بكم في تصحيح التمرين المقترح من طرف أحد التلاميذ، ربما في الأولى بكالوريا أو الثانية بكالوريا علوم، حول دراسة الدورة. إذا التمرين يقول: لتكون إف دالة عددية معرفة على آر معادل الواحد وزوج بما يلي، حدد أو بي وسي بحيث إف كتساوي هادشي هذا. دونك هنا غنستعملو القاعدة نتاع تساوي حدوديتين. شنو فوقاش كتكون واحد زوج حدوديات متساويين؟ إذا كانت معاملة الحدود من نفس الدرجة متساوية. دونك غادي نفهمو علاش قلت لكم هاد الشيء هذا. ألوغ لدينا من واحد الناحية اف اكس شنو كتساوي؟ الناحية الأولى اف اكس كتساوي اكس زائد واحد أس اثنان، هادي على اكس أس اثنان ناقص ثلاثة اكس زائد جوج تساوي، وديجا درنا تمرين بحال هذا بطريقة أخرى راه كاين في الموقع. دونك هنا إلا نشرنا هادي غتولي اكس أس اثنان زائد جوج اكس زائد واحد على اكس أس اثنان ناقص ثلاثة اكس زائد اثنان. مزيان، من جهة أخرى ولدينا اف اكس كذلك كتساوي من ناحية أخرى من هنا كتساوي ا زائد بي على اكس ناقص واحد زائد سي على اكس ناقص اثنان تساوي. غنوحدو المقام هنا، دونك المقام الموحد هو هذا في هذا، يعني اكس ناقص واحد في اكس ناقص اثنان. اذا هنا باش نوحدو المقام، ما عنديش مقام، عندي واحد في المقام، اذا خصني نضرب في الكسر كله في المقام، في هذا المقام كله. عفوا، اذا ا في اكس ناقص واحد في اكس ناقص اثنان، متفقين؟ ثم بي فاش غنضرب؟ زائد بي، بي غنضرب، عندي اكس ناقص واحد خصني اكس ناقص زوج باش نحصل على هذا المقام، خصني نضرب اكس ناقص اثنان. زائد سي فاش خصني نضرب؟ خصني نضرب اكس ناقص واحد باش نحصل على المقام الموحد، متفقين؟ مزيان، نقوم بالنشر. اف اكس تساوي ا، هنا يمكن ان نقوم بنشر ما داخل الاقواس اولا ثم نضرب فيها، ولكن نحن سوف نقوم بالنشر مباشره. اكس في اكس اكس اسي اثنان، اذا ا اكس اسي اثنان، اكس في ناقص اثنان ناقص اثنان اكس ناقص اكس يعني ناقص ثلاثة اكس يعني ناقص ثلاثة ا اكس، ثم ناقص واحد في ناقص اثنان هي اثنان ا زائد اثنان ا زائد بي اكس ناقص اثنان بي زائد سي اكس ناقص سي الكل على، نقوم بنشر المقام، اكس اس اثنان ناقص اكس ناقص اثنان اكس هي ناقص ثلاثة اكس، ثم ناقص واحد في ناقص اثنان هي زائد اثنان. اذا نلاحظ انه لدينا نفس المقام، نفس المقام. نقوم الان بتعميل يعني الحدود من نفس الدرجه، او لا بكتابه الشكل المختصر للحدوديه التي توجد في البسط. اذا اكس اس اثنان لدينا فقط ا اكس اس اثنان، بالنسبه لاكس لدينا، لاحظ معي جيدا، لدينا ناقص 3 ا في اكس زائد بي في اكس زائد سي في الكل في اكس زائد أقام 2 أ يعني إكس الصفر 2 أ ناقص 2 ب ناقص، مزيان الكل على إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 2. وشنو عندنا؟ إف إف يعني هادي، يعني هادي شنو المغاير؟ يعني هادي كتساوي هادي، ياك؟ وكتلاحظوا ان عندهم نفس المقام، الا كتلاحظوا نفس المقام، يعني الا كان عندنا واحد دالتين جذريتين متقيستين عندهم نفس المقام، يعني البسط متساوي، يعني هذا كتساوي هذا. اذا الاول شنو عندي؟ اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 1 تساوي هذه اللي الفوق، ا اكس اس 2 زائد ناقص 3 ا زائد بي زائد سي في اكس زائد 2 ا ناقص 2 ب ناقص سي، متفقين؟ ودابا نستعمل الخاصية اللي قلت لكم، تكون حدوديتين متقايستين إذا كان، إذا كانت متساويتين عفوا، إذا كانت جميع معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية، من درجة 2 لدينا هنا واحد، من درجة 2 هنا أ، إذا أ تساوي واحد، صحيح لقينا أ، نمر إلى من درجة واحد، هنا لدينا 2 تساوي ناقص 3 أ زائد ب زائد سي، ثم هنا واحد يساوي 2 أ
ناقص 2 بي ناقص، ثم نحول نرمى يعني أ تساوي 1 صحيح. ثم هنا 3 في أ 3 في 1، 3 ناقص 3 تصبح زائد 3 يعني 5، يعني تصبح لدينا 5 تساوي ب زائد س. بلات عليكم، تخدم بلات عليك، أنا راني كنقز المراحل. ناقص 3 في الواحد هي 3، رجعتها عفوا هي ناقص 3 رجعتها من ولات 3 زدت عليها 2 ولات 5، صافي هادشي اللي درت. هنا عاود نضربو في أ في 2 1 في 2 هي 2، ردها منها تولي ناقص 2 مع الواحد تولي ناقص 1 تساوي ناقص 2 ب ناقص س. وإلا ضربت كلش في الناقص تولي 1 تساوي 2 ب زائد س. متفقين؟ ألوغ الهدف ديالي دابا شنو غندير؟ غنحاول نلقى بي و سي، راني لقيتها يعني هاهي أ تساوي 1. بالنسبة لنا إلا درنا الفرق بين هادي وهادي، 5 ناقص 1 4، بي ناقص 2 بي هي ناقص بي، سي ناقص سي هي صفر، دونك ناقص بي تساوي 4، يعني بي تساوي ناقص 4. ياك نمشيو هنا ألوغ أ هي 1، دونك بي هي ناقص 4، دونك 2 ناقص 4 هي ناقص 8، ناقص 8 إلا رجعت منها تولي زائد 8 زائد 1 هي 9، يعني سي هي 9. دونك عاودوا بلاتي عليكم، أنا غنتأكد باش واش عندي هادشي صحيح ولا لا، نتأكدوا. دونك كيفاش غنتأكدوا باش نشوفوا واش عندنا صحيح؟ بكل بساطة غنعوضوا هنا ونشوفوا واش متساوي، غنعوضوا غير هنا. أ واحد يعني أ صافي 100% واحد، بي هي ناقص 4 وسي هي 9. دونك غنشوفوا واش تعطينا، خاصها تعطينا هنا 2 إلا جمعنا هنا، ناقص 3 في 1 هي ناقص 3، زائد بي هي ناقص 4، زائد سي هي 9، زائد 9 شحال تساوي؟ 9 ناقص 3 ناقص 4، دونك هي ناقص 7 هي 2، ألوغ صحيحة، ألوغ هي 2، هادي خصني نلقى 1، شوف، ألوغ 2 في أ، 2 ناقص 2 في بي، 2 في ناقص 4، دونك تولي زائد 8، ناقص سي يعني ناقص 9، 2 زائد 8 10 ناقص 9 هي 1، سي هي 1، إذا عندي صحيح، صحيح؟ ألوغ هاد التمارين كنحتاجوه في الاشتقاق، كنحتاجوه كذلك في حساب النهايات إلى غير ذلك، دونك الله يوفقك.